السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كنوز الجنة. في الحاجة مع يعني الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع بيهمنا كلنا، والموضوع ده في الحقيقة يعني ما بينه وما بين القرب من الله سبحانه وتعالى والبعد عنه شعرة خفيفة جدا هنعرفها في سياق الحلقة، ولكن هي هتدور عن فكرة الابتلاءات، المصائب، المحن، الأزمات، الاختبارات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لينا. بتقسم الناس لصنفين لازم ملهمش تالت. صنف هيرى الله سبحانه وتعالى في هذه المصائب والابتلاءات وهذه المحن، وهيشوف ان الحل الوحيد هو عبادة انتظار الفرج وازاي نسلك هذه العبادة وايه خطواتها. والصنف الثاني من الناس اللي نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله ألا نكون منهم، الصنف اللي هيختار اليأس والإحباط، والصنف اللي هيختار القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وده الحل الأسهل للمعلومة بالمناسبة، والحل الأصعب هو أن تسلك عبادة انتظار الفرج. هنعرف ده أكتر مع ضيفي اللي منورني النهاردة، دكتور محمد شعبان من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ كريم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. في الحقيقه شيخ محمد، احنا يعني الموضوع ده فعلا بيقودنا لمساله مهمه جدا وكبيره جدا، ويعني من قديم الازل الله سبحانه وتعالى بيبتلي الناس. صحيح. وان ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا كده: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلي. ففكره الابتلاء رب سنه يعني الهيه، يعني منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، وهذه السنة بتفرق الناس لصنفين. والصنفين دول ما لهمش تالت. فعايزين بس نعرف يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا قصة سيدنا يوسف مثال حي، وقصة من القصص الحق اللي احنا محتاجين ان احنا نتبع خطواتها علشان نوصل للطريقة المثلى في التعامل مع الابتلاءات ومع المحن. فعايزين ناخد كده يعني استهلال وبسيط عن القصة كده بشكل عام. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. أما صلى بعد، الله عليه وسلم. الحقيقة أستاذ كريم، حضرتك اخترت موضوع في غاية الأهمية. نعم. كل الناس تمر بأزمات، وكثير من الناس يصل إلى مرحلة من مراحل اليأس قد تودي به إلى مصائب لا يعلم آخرها إلا الله عز وجل. نسأل الله. الإنسان إذا فقد الأمل ممكن يعمل أي شيء. نعم. في قصة يوسف كما أشرت حضرتك، مثال على صنف من الناس سلك طريق اليأس، هنشوفه مع بعض ووصل لإيه. وفريق آخر اللي هو مثلا متمثل في سيدنا يوسف، اتخذ الطريق الآخر اللي هو حسن الظن بالله عز وجل وانتظار الفرج. نعم. ثم وصل إلى نتيجة مختلفة كما سنرى سويا. نعم. قصة سيدنا يوسف عليه السلام باختصار، إذا أردنا أن نلخصها في جملة واحدة، نستطيع أن نقول: من رحم البلايا تخرج العطايا. الله. من رحم البلايا تخرج العطايا. تلاقي دايما في قصة سيدنا يوسف يأتي بلاء، ثم صبر وانتظار لفرج الله عز وجل، ثم يأتي الفرج. نعم. يريد الله عز وجل أن يعلمنا أن ننتظر فرجه، وكأنه يقول: إن مع العسر يسرا، ولكن بشكل عملي في صورة قصة وفي صورة أحداث عملية. إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر هنا جاء معرفا فهو عسر واحد، لكن اليسر جاء نكرة فهو يسران. الله. فلن يغلب عسر يسرين أبدا بإذن الله تبارك وتعالى. سبحان الله. فعمليا يأتي عسر ثم معه اليسر مباشرة. نعم. من أول القصة كده نجد أن يوسف عليه السلام ابتلي بحسد إخوته له، فرموه في البئر. فماذا كانت النتيجة؟ انتقل مباشرة من قاع البئر إلى قصر الملك. ومصر في الوقت ده كانت دولة عظمى، أعظم دولة في الوقت ده في العالم، بدليل أن العالم كله كان يأتي إلى مصر فيأخذ التموين ويأخذ القمح لكي يأكل في زمن سيدنا يوسف عليه السلام، اللي هي 7 سنين، ثم 7 سنين، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نعم. فالبلاء يوسف وقع في البئر، أرادوا أن يمحوا أثره، فأعلى الله عز وجل ذكره. ثم بعد ذلك نجد أن بلاء آخر وقع بيوسف، وهو أن امرأة العزيز أعجبت به فراودته عن نفسه فرفض فدخل السجن. طبعا هذا بلاء شديد، بلاء بفتنة النساء ثم بلاء بالسجن. نعم. فماذا كان
يوم الملك يرى رؤيا ويسأل عنها، فلا يجد من يفسر هذه الرؤيا إلا يوسف، فينتقل يوسف عليه السلام من مجرد سجين إلى إيه؟ وزير المالية في هذه الدولة العظيمة والذي بيده طعام العالم كله. بلاء آخر بيعقوب والد يوسف عليه السلام، ابتلي بفقد أحب أولاده إليه وهو يوسف، كان يحبه حبا جما، وده سبب غيرة إخوته، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليه يخلو لكم وجه أبيكم، أبوكم لا يستطيع أن ينظر في وجوهكم من شدة شغفه بيوسف عليه السلام، وهو معذور في ذلك لأن يوسف يحب، أي حد شاف يوسف كان يحبه، حتى النساء الأمراء والوزراء لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن من شدة دهشتهم من جماله، وقلن حاشا لله ما هذا بشر، استحالة ده يكون بني آدم، إن هذا إلا ملك كريم ده نزل من السماء. فده النساء أعجبن به هذا الإعجاب، فكيف بأبيه والأب بفطرته يحب ولده، كيف وولده بهذا الجمال. ثم إن يوسف رأى رؤيا، وتأويل هذه الرؤيا أن يوسف سيصير ملكا وسيصير نبيا، فده يزيده جمالا على جمال، جمال معنوي وجمال مادي. طيب، فقد يوسف وجعل يعقوب يبكي ويسأل الله عز وجل أن يرد إليه ولده، ماذا كان؟ كان بعد العسر يسرا، جاء رجع يوسف إلى أبيه، ورجعت إليه عينه بعد أن فقدها من شدة البكاء عليه، ورفع أبويه على العرش. فده دايما شيء مضطرد في سورة يوسف، بلاء ثم صبر ثم فرج. سبحان الله العظيم شيخ محمد، انت قلت لنا قصة يعني محبوبة لينا جميعا، مفيش سبحان الله حد من المسلمين في جميع أنحاء العالم ما يحبش قصة سيدنا يوسف، ولذلك سمى الله عز وجل أحسن القصص، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، دي حقيقة إليك أحسن القصص لأنها من الله سبحانه وتعالى، ولأنها قصص حق، وعلشان يا جماعة في منها استفادات كبيرة جدا 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 وعظيمة جدا جدا جدا، هنقولها كلها بعد التقرير. تعالوا معانا نطلع نشوف تقرير لجمعية وادي الخير، ابقوا معنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النهاردة جماعة وادي الخير جاية تفرح معاكم بإنجاز كبير، الحمد لله رب العالمين. جينا في الأول وريناكم مسجد النور، شفتوا السقف، شفتوا العمدان، شفتوا الميضة، شفتوا كل حاجة كانت في المسجد، ووريناها لكم على أرض الواقع. وفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حضراتكم وتبرعاتكم ومساهماتكم، قدرنا ان احنا ننجز يعني اول اعمال البناء في هذا المسجد، من اول الهدم ثم الحفر ثم القواعد والاساسات. والنهارده بفضل الله تعالى جايين بنصب العمدان قدامكم النهارده، حبينا نفرحكم معانا وحبينا نفرح معاكم. صورة حية من قلب الحدث، العمل هنا قائم على قدم وساق، من حقك تشوف بعينيك، من حق الأخ اللي ساهم وبادر وشارك يطمن إن في فعلا عمل قائم في هذا المكان. نداء لكم جميعا أيها الإخوة الكرام، الحق بسرعة وساهم في هذا الصرح العظيم، لك أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة النهاردة أنا مؤسسة وادي الخير مش محضر كلام عشان أقوله، أنا النهاردة محضر إنجاز عشان أهني وبارك وبشر، أهني كل الناس اللي استجابت على وجه السرعة لمسجد النور وساهموا معانا وتبرعوا معانا مع جمعية وادي الخير عشان هذا الصرح يقوم. أنا جاي أهنيك وفرحك وبشرك إن الله سبحانه وتعالى تقبل منك صدقتك، علامة قبول الله عز وجل للأعمال الخيرة إن العمل الخير يتبعه عمل خير. المرحلة اللي جاية بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما نتم بناء الصحن المسجد والسقف بإذن الله، المرحلة اللي جاية إن شاء الله، ودي مفاجأة بنقولها لكم دلوقتي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الأمر بإذن الله. إن شاء الله ناويين إن احنا نعمل مستوصف طبي خيري يساعد أهل هذا البلد إن شاء الله بأسعار رمزية. عشان كده حبيبنا الكرام جمعية وادي الخير بتقول لكم ساهموا معنا في إكمال هذا الصرح العظيم، في أقرب وقت إن شاء الله ننتهي من هذا الصرح. أرقامنا موجودة على الشاشة قدام حضراتكم، صور الأرقام واتصل بنا دلوقتي يوصل لكم مندوبنا لحد باب البيت.
جمعية وادي الخير هتملى حياتكم بالخير. أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني نستكمل حديثنا الشيق مع دكتور محمد شعبان. دلوقتي يا دكتور محمد، إحنا كنا بنتكلم عن قصة سيدنا يوسف وإنها أحسن القصص. في الحقيقة أنت خدتنا في عجالة كده وسردت لنا أحداث القصة، يعني السهل الممتنع زي ما بيقولوا. ولكن إحنا في بداية القصة هنختار بقى، احنا قلنا في مقدمة الحلقة ان احنا عندنا يعني مثلين اللي هم صنفين من الناس، بينقسم الناس ليهم عند الابتلاء وعند المصائب وعند المحن، لازم ينقسموا لهذين النوعين. ولكن احنا هناخد المثال السيء الاول نبدأ بيه علشان الناس تعرف قد ايه ان ده مش هيوصل لحاجة. إخوة يوسف في البداية حسدهم دفعهم إن هم يرموه في البئر. هم لو يعرفوا دكتور محمد إن رميته في هذا البئر هتخليه عزيز مصر ما كانوش رموه أبدا بالتأكيد. ولكن إحنا من الحتة دي عايزين نوصل للناس رسالة إن الحسد والحقد والغيرة وجميع الأمراض النفسية اللي بنعدي بيها وبنشوفها، إن الحاجات دي يا جماعة مش هتوصلك لحاجة أبدا. مش هتوصلك لحاجة فيها نجاح أو فلاح أو ترقية أو تقدم أبدا. وللأسف أول من ينكوي بنيران الحسد هو الحاسد أصلا. وإن هذا الحسد ممكن يكون سلم للمحسود يصعد به إلى أعلى الدرجات وإنت مش واخد بالك. فعاوزين نوضح للناس الصنف السيء ده عمل إيه وكانت النهاية بتاعته إيه. الحقيقة الصنف الأول من أصناف الناس أمام البلاء. وجميل قوي أن حضرتك بدأت بآية في غاية الروعة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وكأن الغاية من خلق الإنسان أو أساسي في حياة الإنسان سنة كونية الابتلاء. لكن تكملت الآية بقى إيه؟ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. دي أصناف الناس أمام البلاء. في صنف شاكر وفي صنف كفور. الصنف الكفور ده اللي هو الصنف اليائس. إذا يأس الإنسان زي ما قلنا في أول الحلقة إن الناس صنفين أمام البلاء، صنف بييأس وصنف عنده حسن ظن في الله. خلنا في الصنف السيء من باب التخلية قبل التحلية. نحلي بالصنف الجميل بقى. الصنف اليائس، اليأس يصل بالإنسان إلى أمور كثيرة محرمة. وأول ما يضر اليائس يضر نفسه. ولذلك سيدنا يعقوب عليه السلام قال لبنيه في آخر القصة: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن عمره ما ييأس أبدا. اللي ييأس ده غير مؤمن بالله وغير مؤمن بقضاء الله عز وجل، أو عنده ضعف. مش عايزين نقول غير مؤمن عشان ما نطلعوش من الملة. عنده ضعف في مسألة الثقة بالله عز وجل. فالذي ييأس يوم يحسد. وحضرتك اتكلمت عن نقطة الحسد، وده أثر من آثار اليأس. اليأس. إذا يأس الإنسان أنه ممكن يصل إلى مبتغاه بطريق شرعي، يوم يسلك طرق معوجة وطرق باطلة. زي مثلا إنسان بيسعى في سبيل الرزق فلا يستطيع أن يحصله بالحلال فيقوم يسلك الحرام، مع أنه لو صبر على الحلال لوصل إلى ما وصل إليه، لكن بطريق إيه؟ حلال. يعني الإنسان لو صبر على الرزق، الإنسان اللي بيسلك طريق الحرام هو مكتوب له أنه ياخدها. لأنه صبر بس شوية كان وصل إلى ما يريد بالحلال. لكنه استعجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الأمور. قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. شوف التعقيب الجميل ده بقى، ربط النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده بالإيمان. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. المؤمن أخو المؤمن. لا يظلمه الله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه. فكرة الأذى شيخ محمد بدافع الحقد وبدافع الحسد وبدافع الغيرة وبدافع الانتقام، كلها يعني مشاعر سوداء الإنسان يعني بيملأ بها قلبه. وللأسف أول من تحرق هو اللي ملأ قلبه بالمشاعر السوداء دي. والمشاعر اللي هي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعة يحب أن يعني ينظر
في قلوبنا فلا يرى إلا كل خير، لأن الله سبحانه وتعالى ينظر للداخل. دايما لما بنيجي يعني نتذكر نظرة الله سبحانه وتعالى لينا بنفتكر أن ربنا يعني بيبص على مناظرنا وهيئتنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فجمل محل نظر الله سبحانه وتعالى حتى يعني يكون قلبك قلبا سليما، ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعالوا معانا نطلع نشوف تقرير ونرجع لكم تاني، ابقوا معنا. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عشان كده احنا في وادي الخير عملنا مبادرة 10,000 كرتونة مواد غذائية. مش بس كده، احنا بنقول ان ده في شهر الخير، ونتمنى ان العدد ده يزيد ويكبر. همتكم معانا مبادرة 10,000 كرتونة مع وادي الخير. وادي الخير بتساعدك تكون من أهل الخير وتقدم الخير لمن يستحقون الخير. مبادرة 10,000 كرتونة من مؤسسة وادي الخير، إطعام طول العام مش في رمضان بس. أي نعم احنا مقبلين على رمضان والأجور مضاعفة والأعمال الخيرية أمام الجميع، لكن هذه المبادرة مبادرة 10,000 كرتونة في كل وقت طول العام، عشان الظروف اللي احنا فيها نروح للأسر في بيوتهم نخبط عليهم ونسيب لهم هذه الكرتونة. الكرتونة يا أخوانا 300 جنيه سعر الكرتونة، عشان تشارك معانا مع مؤسسة وادي الخير في الإطعام طول العام. الجزاء الكبير العظيم اللي هتاخده يوم القيامة لما تطعم حد على مسغبة، يعني جوع، لما تطعم حد على جوع، جزاءك يوم القيامة إنك تاخد كتابك بيمينك. ربنا سبحانه وتعالى هيشبعك رضا يوم القيامة، هيشبعك نعيم يوم القيامة، بالذات إن احنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعني يوم ذي مسغبة. احنا في الحقيقة بنعيش الأيام دي يا جماعة النهاردة، يعني في الحقيقة العالم كله، مش بس احنا، العالم كله بيعيش ظروف اقتصادية صعبة، وده بيحتاج مننا كمسلمين إن احنا نقف جنب بعض. يبقى دلوقتي حالا تتصل بمؤسسة وادي الخير وتقول أنا عندي 10 كراتين، أنا جايب 20 كرتونة، أنا هساهم ب30 كرتونة، عشان أودي للناس في هذه الأيام اللي كلنا محتاجين فيها جنة عرضها السماوات والأرض، اللي كلنا محتاجين فيها الأجور العالية بسبب هذا الإطعام. بإذن الله ساهم مع وادي الخير هتملى حياتك بالخير. أهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم تاني نستكمل حديثنا الشيق عن قصة سيدنا يوسف وفوائدها العظيمة. دكتور محمد، كنا لسه يعني ما خلصناش الكلام في أول صنف من الناس اللي هو بيلاقي ابتلاء والمصيبة بفعل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. كنا بنقول في الفاصل يعني الحسد لا يضر أكثر، لا يضر أحدا أكثر من صاحبه. نعم. وفي ذلك يقول أحد الشعراء أبيات في غاية الروعة. نعم. يقول يا حاسدا لي على نعمتي. أتدري على من أسأت الأدب؟ الله. أسأت على الله في حكمه. الله. لأنك لم ترضى لي ما وهب. الله. فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. سبحان الله العظيم، يعني أبيات شعر في غاية الروعة بصراحة دكتور محمد، ولكن دي هتقودنا، أبيات الشعر دي نفسها تقودنا إن إحنا لو أسقطناها على قصة سيدنا يوسف، هو ده اللي حصل فعلا حرفيا مع سيدنا يوسف، بالصبر. إن هم لما يعني استكتروا نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه
فكان النهاية أن ربنا أخزاهم وزادوا وجعلوا عزيز مصر في النهاية. من هنا عايزين بقى ناخد نحلي بقى زي ما بيقولوا يعني إيه وقت التحلية. فكرة أنه المفروض نعمل إيه علشان نحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ونتصف بصفة يحبها ربنا سبحانه وتعالى وقت البلاء. نعم. ده الصنف الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه في اول الحلقه، اللي هو لما بيبتلى بيكون عنده حسن ظن في الله عز وجل. والله عز وجل قال في الحديث القدسي الصحيح: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. نعم. فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم. وان تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. نعم. وقال في حديث اخر: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالإنسان الذي يحسن الظن بالله عز وجل يجد الخير دائما. وده واضح جدا مع سيدنا يوسف عليه السلام. نعم. سيدنا يوسف لما رمي في البئر كان عنده حسن ظن في الله عز وجل. ولما دخل السجن كان عنده حسن ظن في الله، حتى بيقول أصحابه لما سألوه: وقد أحسن بي. الله، واخد بال حضرتك؟ لما بيحكي لهم أنه يعني ما شافش قوم لا يؤمنون بالله، قاعد يعدد نعم الله عز وجل عليهم مع أنهم في السجن. نعم. ولما إخواته جاءوا إليه في آخر الأمر قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. سبحان الله العظيم. دايما اللي ربنا سبحانه وتعالى يحب يشوفنا عليه وقت البلاء أنك تنظر إلى الجانب المشرق دايما من نعم الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لك. وزي ما بيقولوا كده وبنقول بالبلدي دايما يا دكتور محمد، ان انت تبص لنص الكوبايه المليان ما تبصش للفاضي. نعم. نعم، سبحان الله. الانسان دايما لازم يكون ايجابي، المؤمن دايما متفائل. نعم. دايما عنده ايمان وعنده رضا وعنده تسليم بقضاء الله عز وجل. نعم. والانسان اللي عنده تجارب في الحياه يعلم ما اقوله جيدا. كلما ضاق الامر اتسع. الله. أشد لحظات أو أشد أوقات الليل سوادا هي اللحظة التي تسبق الفجر مباشرة. الله. وكلما ازداد الضيق كلما أتى الفرج. كما قال القائل: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. يا الله. يعقوب عليه السلام فقد يوسف ولده وجعل يبكي عليه، قالوا له: أكله الذئب. وده ابتلاء شديد. فجعل يبكي عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. صار أعمى، عينه بيضاء، لا السواد بتاع العين اتمسح من شدة الحزن. طيب سيدنا يعقوب يأس أبدا. فضل يدعو الله عز وجل أن يرد إليه يوسف حتى قالوا أنه جن. وبعدين بعد 40 سنة لما يوسف صار عزيز مصر، سيدنا يعقوب يقول يا ابنوي: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ياه، بعد 40 سنة وكل الناس نسيت يوسف، لا زال عندك يا يعقوب أمل أن تلقاه؟ لا زال عنده. ليه؟ لأن ده نبي عنده حسن ظن في الله. هو ده دكتور محمد اللي احنا عايزين يعني نختم بيه الكلام، لأن حضرتك طبعا عارف وقت الحلقة بتاعتنا ضيق للأسف شديد، ولكن هو ده اللي احنا عايزين نختم بيه الكلام يا جماعة. يعني شوف سيدنا يوسف 40 سنة وما فقدش حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، 40 سنة وما فقدش أمله في الله سبحانه وتعالى أنه هو يحقق أمنيته وأنه هو يجمع بيه ولده وحبيبه ويرد إليه بصره، 40 سنة ولم يفقد الأمل ولم يفقد السعي ولم يفقد الإصرار والعزيمة، 40 سنة. هو ده اللي عارف ربنا جماعة، هو ده اللي عارف ربنا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، بيده خزائن كل شيء، عنده كل الحلول، الحلول عند ربنا سبحانه وتعالى ما بتخلصش. المستحيل ده عندي وعندك يا جماعة، المستحيل عند ربنا مفيش، هو اللي خلق المستحيل عشان يختبرنا بيه. في الحقيقة احنا بنحتاج دايما ان احنا نتخلق بهذا الخلق، ان احنا نتمسك بهذا الخلق وقت الأزمات، وقت المحن، وقت الابتلاءات، وقت المصائب، ان احنا نتحلى من الداخل بهذا الخلق، خلق الصبر، خلق العزيمة، خلق الإرادة، خلق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، خلق التمسك به، يعني فرج الله سبحانه وتعالى قريب. يعني زي ما فضيلة الشيخ كان بيقول معانا: إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وفي أحلك الأوقات اللي يعني بيكون فيها الظلام حالك، لازم يجي بعديها النور ويجي بعديها الفرج.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن كل مكروب، وأن يعني ينفث عن كل مهموم، وأن يقضي حاجة كل محتاج. يعني شكرا ليكم على حسن المتابعة. بشكر حضرتك يا دكتور محمد، شكرا جزيلا. حلقتك دايما ممتعة بنستفيد منها. ربنا يبارك في حضرتك، وزي ما تعودنا يعني ان احنا نختم بالدعاء لعلها تكون ساعة إجابة. جزاكم الله كل خير. نعم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا بالخير رددته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.